السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. دونك غادي نكمل لي كيسيون ديال ليكزارسيس اون ديال ريغريسيون لينيير ملتيبل. اذا فاش بقينا في السؤال الثامن اللي هو قال لك تيستي ا ا اي ا 2 بور ليبوتيز ا0 ا ا كتساوي وكتخالف او ا ا عاوتاني اي ايبوتيز 0 ا 2 شاب وكتساوي وكتخالف 0. يعني هنايا عطاك تيست بي لاتيرال، يعني انا نتيستي على جوج جهات، على اليمين وعلى اليسار. اذا ندير بور ا1 ونتيستي و بور ا2 ونتيستي بي لاتيرال بطبيعه الحال، وهنا بزيرو بطبيعه الحال غالبا كيعطيو بزيرو. اذا السؤال الثامن بور يعني بنفس الطريقه بور ا0. اذا شنو كنجي وكندير؟ كنقول لو تيست ديبوتيز اي لو سويفون، كندير اش 0 ا اشابو كتساوي 0 اش ا اشابو كتخالف 0. كنجي كندير هنايا اي ساجي دان تيست بيلاتيرال. هادشي راه بحالو بحال ريغريسيون سامبل، غير في السامبل عندي غير ان سول بونت، هنا عندي بزاف، يعني كل بونت كنتيستي بوحدو تيست انديفيدويال. اي ساجي دان تيست بيلاتيرال. اذا نو زافون كو ا اشابو على لي كارتيب ديالها سوي ان وا دو ستودون تاع ان موان بي موان زا دو غران دو ليبرتي. دونك هنايا بي نعتبرها لو نومبر دي زيكس، عندي دو زيكس يعني ان موان دو موان زال يا ان موان 3 و ان يا 5، 5 ناقص 3 يا 2 يعني دو دوغري دو ليبرتي. الوغ تي كالكولي لي تي ديال الفا سور 2 حيت بيلاتيرال خدع على جوج جوايه 2. اذا قلنا تي كالكولي عفوا هادي تي كريتيك، تي كالكولي ايتي قال عفوا نحسبها بعدا، هي هادي لا فالور ابسولي ديال هادي، هي لا فالور ابسولي ديال ا اشابو على لي كارتيب ديالها. اذا في ذاك الحصه ديجا لي كارتيب حسبناها و لا فالور ديال ا اشابو حتى هي عندي ديجا دوني. اذا شحال غادي نلقاوها بطبيعه الحال ملي غادي نحسبو تي كالكولي ديال الاول؟ غادي نلقاو هي 4.953. يعني ا اشابو غادي نقيتها ديجا في ليستيماسيون في الماتريس، غادي لا فالور ابسولي نقسمها على لي كارتيب ديالها، غادي تعطيني 4.953، 400 953. داكوغ. دونك تي كريتيك هي الفا سيغ 2 وهنا جوج، هي تي ديال 0.025 جوج. اذا هذا غادي ندير لها لانتربولاسيون لينيير. 0.025 ne figure pas sur la table de la loi de Snowden, donc l'interpolation linéaire. Déjà l'interpolation est d'être là, je pense. D'être là. Ha, il y a. Donc, on va faire d'abord le calcul. Yani, هذه 0.17 كتساوي المقابل. يعني هذه ناقص هذه. Donc, x ناقص 6.965 على يعني نقبطو المقابل هادي ناقص هادي، يعني 4.6. دونك شحال هادي تعطيني؟ 4.303 ناقص 6.965 غتعطيني بالموا ناقص 2، غتعطيني ناقص 2.662. دونك نقبط هادي ونضربها في هادي وباش نخرج إكس. إذا هادي غادي نضربها 0.17 إتيكال غتعطيني ناقص 0.45 جوج 5.4. إذا هاد الناقص تولي هنا بالبلوس، يعني هاد الناقص غادي نزيد عليها هاد 6.965 غادي تعطيني إكس هي 6.51. يعني أناخد لارونديسمون غيدو أبخي لا فيغكول، دونك إكس هي 6.51. إذا تي كريتيك هي 6.51. إذا هي 6.51 بلانتربولاسيون لينيير هي 6.51. هي 6.51 ملي كنلقى تي كريتيك. إذا عندي هنا 4 وهنا 6، إذا تي كالكولي غاس غام تي كريتيك، أون تي كالكولي غام تي كريتيك، يعني غادي ندير أون أكسبت أش 0، يعني فعلا أش أبو كتساوي 0. إذا قلنا دونك غادي ندير لابونت، هادشي دابا حنا ولينا كنطيرو فيه، حنا درناه وعاودناه. دونك لابونت نقول إي سينيفيكاتيفمون إيكال أ 0. دونك هذا هو لو كومونتير، هذا بور ا1. دابا بور ا2، بور ا2 كندير نفس الحاجة، لو تيست ديبوتيز إي لو سويفون، اش 0 ا2 شابو كتساوي 0، ولا اش ا يعني ليبوتيز الأولى
A de chapeau, 4 alphes, 0. Et donc, il s'agit d'un test bilatéral. Et donc, nous avons que la dagna, on dit A de chapeau, elle a l'écart type d'yalha, suit une loi de student à 2 degrés de liberté. Alors, T calculé est égal. Et donc, quand on a la valeur absolue d'yalha de chapeau, il y a déjà. يعني في ا شابو في اكس بريم اكس موز اكس بريم اكغام لقيت ا دو شابو عندي لا فالور ابسولي على لي كارتيب ديال ا دو شابو تا هي لقيتها ديال راسين لا فاريونس اذا غادي نلقى تي كالكولي بالنسبه للثانيه داكور اذا نلقى تي كالكولي هي 3.689 اي تي كريتيك ديال الفا سور 2 حيت بيلاتيرال ديما وهنايا عندي 2 دوغري دو ليبرتي اللي هي تي ديال 0025 و 2 اذا هذه ديجا لقيتها هي 6.51 اذا هنايا عندي تي كالكولي صغار من تي كريتيك الوغ عندي اون اكسبت هنا اش ا اش 0 يعني اون روفيز اش ا يعني كنرفض اش ا اذا دونك نقول لا بونت اي سينيفيكاتيفمون ايغال ا كوا A0. Donc vraiment facile. Hada bensna le test ديال A0 et A1 سؤال 8. سؤال 9 ها هو سؤال 9 قال لك تيستي لا سينيفيكاتيفمون جلوبال قبل ما نتيستي انا نورمالمون غنسبق بهذا السؤال هذا هو السؤال 9 ولا 10 غير قلبتهم هنا سؤال 9 يقول لك دريسي لو طابلو داناليز لا فاريونس اللي هو انوفا ملي كتلقى انوفا عاد يمكن لك دير تيستي جلوبال اذا غادي ندير انوفا يعني السؤال التاسع غادي ندريسي لو طابلو انوفا اذا لو طابلو انوفا دابا راه باين اذا كنجي كندير هنا سورس دلا فاريونس سورس دلا فاريونس كندير سوم دي كاري يعني كنخرجو من الطابلو كندير دوغري دو ليبرتي و كندير مويا دي كاري و كندير مويا دي كاري يعني فريمون ساهل اذا هنا كندير لا سون كاري اكس بي العلاقه ديالها هي ايغريك شابو اي موان ايغريك بار او كاري اذا يكفي تمشي للطابلو ها هو يكفي تمشي للطابلو يكفي تمشي للطابلو كتقبط يعني انا بغيت ايغريك شابو اي موان ايغريك بار اذا ايغريك بار انا حسبتها لقيتها 14 4 اذا قلنا غادي تقبط ايغريك شابو ها هي ايغريك شابو وتنقص منها ايغريك بار اللي هي هذه يعني غادي تحسب y شابو موا y بار هي y شابو اي موا y بار اذا غادي نحسبو y شابو غادي نشوف واش انا ديجا وقيلا غادي حسبتها هنايا y شابو نو ما حسبتهاش دونك ماشي مشكل حسبوها تحسبوها نتوما بلا ما نضيع فيها الوقت كتقبض y شابو هي 11.179 كتنقص لنا y بار هي 14 4 كتعطيك هنا عاوتاني كتقبض y شابو ديال الثانيه ها هي 11.539 كتنقص لنا ايغريك بار لي كونستانت 14 4 وهي غاده من بعد كدير لها الاو كاري ايغريك شابو اي موان ايغريك بار كدير لها الاو كاري عاوتاني الاو كاري ديالها لاسون ديالها هو اللي كيهمني هذاك لاسون هو اللي كتجي وكديرو في الاكس بي كي سينو كتقبط ا شابو او كاري لاسون اكس اي موان اكس بار او كاري مي هاد العلاقه بيان سون ما نطبقهاش في الملتيبل حيت لاسون اكس اي موان اكس بار او كاري انا ما عنديش اون سول اكس عندي دوز اكس في اتونسيون هنا عندي دوز اكس يعني ما يمكنليش نطبق هذه يعني نطبق هذه اوبليجي يعني y شابو موا y بار نحسبها هنايا كنديرها لها او كاري لا سون ديالها هو اللي كنحطو في لا سون كاري اكسبليكي اذا شحال يعطيني يعطيني 65.081 يقدر يكون هذا لو شيفر يقدر هنا يكون لو شيفر غلط دونك نتوما تاكدوا في الكالكولاسيون ديالكم يقدر يكون غلط نكون غلطت في شي حاجه المهم نتوما حسبوا بالطابع حيت انا ما حسبتش عطيتو غير نظري عطيتكم غير تقريبي مي شوفوا نتوما منين تحسبوا ان شاء الله ديروا y شابو مع y بار او كاري ولا 100 راه كتلقاوه اكزاكت غتلقاو اكزاكت تلقاوه حتى 70 ولا 68 على حسب المهم حتى تشوفوا نتوما انا عطيتك هاد لي شيفر اللي كنعطيكم غير تقريبي الاساس هو الطريقه لا سون كاري ريزيديوال اذا هي لا سون y مو y شابو اي او كاري هي لا سون او اي او كاري هادي ديجا حسبتها إذا عطاتني 3.719 هي 3.719 دونك هذه لا سون كاري ريزيديوال ولا سون كاري توتال هي المجموع هاد هادي زائد هادي كتعطيك 160 8 لو دوغري دو ليبرتي هنا غادي ندير بي يعني نور دي زيكس عندي دو زيكس هنايا هنايا ان موان بي موان زا يعني ان موان دو موان زا يعني 5 موان 3 هي 2 يعني ان موان بي موان زا هي ان موان
2 moins 1, il y a n moins 3. Il y a 5 moins 3, il y a 2. Ou il y a 2 plus 2, il y a 4. Il y a n moins 1. 5 moins 1, il y a 4. Donc, on fait le tableau d'analyse de la variance 1 en 20. Yani, on fait le tableau de le degré de liberté. Yani, le moyen des carrés. Donc, على جوج أتعطيك 32 فاصيلة 32 فاصيلة 54 صفر 5 إذا نقبل 3 فاصيلة 719 قسمناها على جوج تاهية أتعطيك 1.85 95 وإلا قبلت 68 فاصيلة 8 وقسمتها دور دي شيف غير قريبين فقط شيء إكزاكت هي 17.2 دونك انا لقيت هون دونك ملي كنلقى الموان دي كاري لقيت انوفا اذا السؤال العاشر والاخر قالك تيستي لا سيغنيفيكاتيف لا سيغنيفيكاسيون جلوبال يعني تيست دو فيشر ضروري ملي كدير انوفا كتيستي فيشر تيست فيشر اذا ان تيستي فيشر اذا كنحسب فيشر كالكولي كريتيك اون فيشر كالكولي يا فيشر ايطوال يا لا سون كاري اكسبليك على لو دوغري ديال بي ولا بي موان زاد يا 2 La sonka résiduelle, elle a n moins p moins 1, elle a n moins p, elle a n moins p, des x ou la coefficient, elle a n moins p, et dans la sonka résiduelle, elle a 2. Et dans la juge, elle a 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 juge, عفوا مش 32 فاصيله لا سون كار اكسبليكي لقيتها 65.081 65.081 والغيزيديال 3.719 اذا شحال كنلقى في الشير كالكولي اذا في الشير 17504 17.504 هذه في الشير كالكولي اذا قلنا اي في الشير كريتيك اي في الشير كريتيك اي في الشير كريتيك غادي نديرو هي كريتيك ديال لو ريسك الفا لي 2 دوغري دو ليبرتي ان ا ان 2 دونك ان ا هي بي عندي 2 اكس و ان 2 هي ان موان بي موان 1 هي 5 موان 2 ان موان 3 هي 2 يعني 2 2 يعني هي فيشير ديال 0.05 لو ريسك دائما الفا 0.05 وانا عندي 2 دوغري دو ليبرتي جوج جوج اذا كنمشي تابخي لو طابلو دو لا لوا دو فيشير يعني لي 2 دوغري دو ليبرتي كناخذ جوج مع جوج هاد الدوغري الاول جوج مع الدوغري الثاني جوج إذا قلنا جوج مع جوج إذا هذا إذا عندي أنا جوج سطوعة إذا ها جوج مع جوج إذا عندي هادي سوا هاد العدد سوا هاد العدد إذا بيان سوغ إنا ريسك عندي واش واحد ولا 5% عندي 5% إذا هنا غادي ناخد الفوقانية هي 19 دوبل زيرو إذا هي 19 إذا هادي دابخي لو طابلو دالوا دو فيشيل هي 19 غادير هنا دابخي لو طابلو دالوا دو فيشيل إذا قلنا إذا فيشر كالكولي لقيتو شحال لقيتو 17 فاصيلة وهذا 19 إذا فيشر كالكولي عندي صغار من فيشر كريتيك يعني ديال ألفا 2 2 إذا هنا يعني هنا 0.05 إذا كنقولو ألوغ عندي أون أكسبت أش 0 يعني لا سون كار إكسبيكي غتكون كتساوي 0 داكوغ يعني وبهذا غنكون ساليت لا ريبونس ديال لي كيسيون ب 10 وبهذا ساليت ليكزارسيس نيميرو 1 دونك هاد ليكزارسيس نيميرو 1 لاحظتوا ملي كيعطيك لوكا ديال الطابلو جمعت لكم فيه توت لي كيسيون اللي قدروا يتطرحوا في ليكزام مازال ان شاء الله نخدم معاكم دوزيام اكزارسيس عاود كيف لاغريسيون ساب غنعطيكم انا لي دوني يعني انا غنعطيكم اكستريم اكس واجده اكستريم اكس موان زي واجده وكلشي واجد وانت انطلاقا دوك لي دوني عاوتاني تجاوب على لي كيسيون تقدر تجاوب تحسب لا سون كاري اكسبليكي لا سون كاري ريزيديويل ايرو كاري ايرو كاري بار ان سي دو سويت كذلك غنعطيكم ليكزارسيس 3 اي ليكزارسيس 4 هو عباره عن لوجيسيال اللي هو لوجيسيال اي فيوز لوجيسيال ار يعني لوجيسيال ار بيان سور هاد لي كيسيون اللي عطيتكم هما اللي غادي تغوبوندي في هذاك اللوجيسيال الفرق ما بين هاد الشيء اللي كندير انا في الطابلو واللوجيسيال ار هو انك خاصك تعرف كي دير تخرج لي دوني من داك اللوجيسيال حيت داك اللوجيسيال في البيسي كيكون كيتسمى ار دونك او اي فيوز دونك انت خاصك تعرف كي دير تقرا
انت تقام داك اللوجيسيال اللي كيكون باللونجلي لي دوني، ملي كتعرف تخرج لي دوني كتجاوب على لي كيسيون كيف هادو عادي، كتجاوب على لي كيسيون عادي، تما كتيستي فيشر كدير تيست لا بونت، يعني كدير لا دغوا دو ريغريسيون، يعني لا ميم. مي اللوجيسيال ار كيكون بالنسبه للمولتيبل فقط، دونك هذاك علاش غادي نديرو هنايا، وغادي نعطيكم لي ديفينيسيون اللي تقدروا تحطوا في ليكزام ونكون ساليت الكور. فجيسبر كتكونوا استفدتوا، انا كنظن بان ما يكونش شي بروبليم حيت انا شرحتكم بطريقه زوينه اكسيلون، يعني عطيتكم الكور كامل بلي ديمونستراسيون بلي زيكزارسيس وكل حاجه قلت لكم ها كيفاش دير وها منين تجيبها وها علاش وها كيفاش، يعني ما كنظنش انا يكون عندكم مشكل في هاد لي كالكولاسيون. الحاجه اللي نقد نزيد نوضحها لكم هي ديك ديال ان موان بي موان زاو بي موان زاو وديك ان موان بي اللي كيدخلوا فيها الناس. فقلت لكم ديما منين كتاخذ بي حيت لي بروف كل بروف وشنو كيدير، كاين بروف اللي كياخذ بي، اذا الا خديتي بي في لاسون كاري اكسبليكي خاصك تاخذ ان موان بي موان زا في لاسون كاري ريزيديال في لو دوغري دو ليبرتي، حيت هنا بي لو بروف كيعتبرها هو لو نونغ دي زيكس، هنا شحال عندي من اكس عندي جوج، اذا لاحظ هنا ان ها بي هي جوج، اذا موان دو موان زا هي ان موان تخوا، لاحظ هاد ثلاثه هي تخوا كويفيسيون، يعني عندي ا زيرو ا او ا دو، دونك هي ان موان 3 و ان عندي انا 5 اني، يعني 5 ناقص 3 هي 2، هذه الاولى. ولكن لي بروف اللي خداو بي موان زا يعني هاد بي اعتبروها لو نوغ دي كويفيسيون، شحال عندي هنا من كويفيسيون؟ عندي 3 ديال كويفيسيون، يعني هي 3 ناقص 1 هي 2، ها هي ولات 2 اكس، شتي يعني بحال بحال. اذا هنا في المقابل ناخذ ان موان بي، يعني ان موان و بي اعتبرها لو نوغ دي كويفيسيون هي 3، اذا ان موان 3 شتيها و ان موان 3 و n-3 انا عندي n هيا 3 كويفيسيون شتيها و n عندي 5، 5 ناقص 3 هي 2 شتيها، يعني لا ميم ريزولتا. هذه هي اللي خاصكم عفاكم تضبطوها لي حيت كيغلطوا فيها بزاف ديال ليزيتيديون، دونك هذاك علاش بغيت نعاودها لكم دابا. دونك جيسبيغ كو تكونوا فهمتوا ليكزارسيس، نتلاقى بكم في الفيديو الماجي اللي هو ليكزارسيس الثاني بالنسبه لغيغريسيون لينيغ ملتيبل. ما تنساو ديروا جيم كومونتير وتبارطاجوا مع صحابكم باش يستافدوا من هذا الكور، وشكرا.